فينا نبلش مستر ستار اكاديمي. ميشيل يلا ميشيل بعد الصبغه فينا نبلش مستر ستار اكاديمي. شو عضل هالشو؟ عضلة الكرش. أول ما شفته لقيته مزاوية تسمعي. بس أخذها أنت روح. أخذها على خاطره أخذها على خاطره. طبعاً طبعاً. لحظة لحظة نزلت عند الدكتورة وأنا عبد العزيز لا. أنا وين؟ شاطر خد وقتك على كل شيء قدام كمان. البوم فوق نخده بعدين وصل على غرة عيط لي. ما تكثر كثير. أنا ما بينزل. والله انا برافو ما اشوف وشه شلون ما بتحسيت خاطر الحبل ما انا ما دائما بعمل لك تحيات احنا اتوقع شو بتحكي لي دائما بعمل لك تحيات فوتت اسمع فوتت ولا بتحكي لي مرحبا بتعني مش اسمع ناس حبايا ما اخذ موقف يعني سامي اعطيني يلا تعالي دوز قوي شوي ايه بدي دوز قوي ولا له كويتي بيحمل ليش بكره ما انت قلت لي بدك تولع بدي ولع ابوها بعد عشان اوريك ان انا بالكويت تعال شوف الستايلات بس يا طوني خراسي عراسي الكويت يسلم راسك بعد راسي يسلم راسك يا الحبيب شبدي يا بعد شبدي بعد شبدي يا بعد قلبي هي احلى يا بعد قلبي يا بعد شبدي شوي شب يا بعد قلبي ها يا بعد قلبي القلب اقوى من الكب مش هيك؟ ايه اكيد ولو الا توني انا ناطره انا بعد برهومي بس يعني لما يا دوري اصبغ كل هلا برهومي رايح احكي لي شوي حبيبي انا اب في حديث توني اروح وانا صابغ بيدك احسن ما انا صابغ يعني ما حتلحق بكره هاي حاجه غير حاجه اللي قلت لك حقول له يعني كله حيرقد عليك بالكويت اليوم بديك تعملي شعرات بكره اخاف ارجع لبنان اقول وين طوني يقول لي مو فاضي لا ما انت بتصير مشهور شو بك كثير حلوه بليز حبيبي لا طوني دائما مو فاضي ايه مبين انت رايح على ايطاليا انت نيكست ويك انت رحت عنده على الصالون ها رحت لعنده على المحل لا والله ما راح حبيبي متى اروح يلا يلا شو ما تيجي الخميس السبت بيكون بكره الجمعه السبت بتكون عندي خلص مين اجي جيب لك ماي برازه جيب لك ماي برازه ايه ضروري وكعك كمان اخذ له فارس السنه الماضيه كان عنده برازه وكعك يا فارس وين ما نشوفه فارس لا عم بيسافر كل جمعه بيكون يا بالكويت يا بالسعوديه والله ولعت لانه هلا شغل يعني هي شغل سلم لي اياك سلم لي بدك شي ربيان من الكويت جاي بكره الله هو بالكويت جاي السبت من الكويت ايه الله ربيان تبغى شيء من الكويت؟ أبي سلامتكم والله. أنتوا تبون شيء من الكويت؟ لا إن شاء الله بتبقى. إن شاء الله. جيب ما تكثر إيه كثير. جود. بدك ما تعرض كثير. بدك فوق. هويت له دوز الملابس دي يا بيت يا بيت هذا راح الملابس دي بس وريني الموف وريني الموف يا ولدي على كويت بس يا حبيبي الموف اوه يا حبيبي شو ثاني حبيبي كيفك شو مؤمنين الجمعة بتعمل ايه شعرك لون إذا كنت بشعر والله عن جد رح تتغلب صدي لا مصدى هو خلقه شو بس تصدي بعد فيه صناعة مثل
لا نعمله قشر انريكي نعمله. انا بدي كثير هايلايتس. بتعرف شو اللي ورا؟ بدي طوني يقول لك مثل بدي كثر الصبغه تحلى القصه. خف ها خفف كثر الصبغه تحلى القصه عرفت؟ اضرب الصبغه والله ما بيحطلك لحسه لحسه تكون خايف عليهم الصبغه. شفت شلون؟ طوني ما تخلي ليك ما يظهر هلا بعوده عليها. انا بعوده عليها بكره بالاسبوع الجاي بدي اجي. انا كنت ناطره سبقني. لا بس بيعطي ستايل حلو هلا. انا بعرف اذا بدك تضربني. بدي اياك تضرب لي من ورا. شو بدي اضرب لك؟ الزبغه. حلو بيطلع. نعم. حط لي كوب بايدك انت. بس برمى هيك. بدي اعمل طعمه. كم وحده؟ لا طعمه. شو اللون هو؟ شو؟ هيدا فتح له. شو هو اللون؟ اشقر. طولي الصالون عندك فاضي ما في حدا؟ ها؟ في حدا عندك؟ هلا؟ لا فاضي بالليل هلا. كل الوقت كل شيء الشباب كلنا سابت لنا يلا بدي تعمل لي كمان نفس هذيك المره شو عملت لي. اوكي هلا بنشوف يلا بس خلينا شو اسمه؟ ما كنتوا تشربوا شيء؟ جيبوا لنا بيبسي ميرسي. اذا في اكل ناكل شيء اذا عندكم. مش عاملين شيء نودلز معكروني شيء ما بتعملوا؟ تعال تعال انت حبيتك بتحبك يا تاني. يلا حاكل عن جد جوعانين. جيبوا لهم فاضيين بيبسي لا ما شربوها. او يا ابراهيم عن جد انا شعري شو بنعمل بقى؟ شو بدك شو عبالك؟ نعمل لك عسل لك عسل؟ بلبس كنزه. شو اللون بيلبس على شعرك؟ شعري شو اللون يعني؟ الوان الشعر هي لونين يا ويا اسود يا 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 شو انا عم بدي احكي يسعد رب 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 الله حياتي 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 بدي اضحك عليك. شفت بس تضحك علي عندك شك ما يطلع حلو هلا؟ لا طبعا حلو. قلت لك اصبغ لي هذيك المره ما حلو ما حلو قلت لي يا طوني انت وين؟ بالعكس احنا سمر ما يصبغون كيف معنا استاذن اول شيء من مدام رولا لازم اول شيء بعدين انا حنيت عليها لين خذ خذ بس هذا بيروح ترى بيقصوا عليك ها تعالي بس قصينا لا مو هاي لا لا قصدي بيروح صح هذا زي زي تبع شو اسمه زي تبع ايناس يا حرام فرحت فيه يومين لا وطارت ما قلت لك كل واحد بيطلع نومينيه بعمل له هيك بغير له لوك بيروح بيروح اوه اوه يا توني شو قاعد غسل ولا غسل غسل هي بيب بيب انينه مي انا لا 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 ثانيه تعالي مين حبيبي انا ثانيه على فكره انا ضعفانه كيلو ونص فات شيء سمعني 10 كيلو على بعض شو شيء مش مني بقى بعد ما انت اكثر وحده بتلوخي هاي علي شوي بتلوخي 24 ساعه هان عندنا كيف بدنا نقصانه فشارت فشارت يوصل يومين مش في حرق اعصاب في حرق اعصاب يلا لو ادري ان ما تظل صبغه كان ما صبغت بس يلا ما بتضل ما بتضل ما بتضل ايام ما بتضل هذه طب اعمل لك اياها هلا غشقر يا زلمه محمد شو ما بتضل اشقر كيف شعره اشقر هيك انا بدي اعمل لي كثير هايلايتس بحبه كثير كلك صرت كله صرت بلوندي هلا صير بلوندي دبل بلوندي صعب نطلب مشان اللي فهمنا ثانية ثانية ما بعرف اصلا شو الموضة يعني شباب يعملوا ماش نحن وبعض ماما لكن انريكي ما بيعمل ماش وانت مالك مو شباب حلو الشاب يعمل ماش شو انت شو بتحبي بالشاب يعني يا ريت اسمع منك هالكلام يا استاذ هدها حس حالي نصحان ونازل عضل لكن هو معود زايد 700 صابغ شعره ضل نازل 300 جرام فات شايفين مثل لون شعرك شعره زش ثانية انا ما بحب شيء يعني بش يعني هذا رايي لكن بس احلى ما واحد يكون شعره اذا شعره اسود اسود لبق له مضوي له وجهه شو بيه
زايد 700 عضل نازل 300 فات. انا نازل كيف حاجه زي ما طلعت فوق عضل؟ ايه انا قلت هلا صار عندي شو عملت شو صار معكم؟ بس خليه يقولوا غنيه تخفف منهم. هيدي مالها هيدي مالها شغلتني هيدي مالها اسطوانة مش حقول هيك بعدين تضرب لي اياها صح؟ فتحوا لك شعرك دلوقتي جد خلي هون ما تعملوا ورقات لكم كلهم هون كلهم ما بدي اياهم مو 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 بدي اياهم في اوكي شو رايك بس اسوي لها موف مايا شو بدك تعمل لي بس بالغره اوكي رفيع وبره اثنين اول صف وثاني صف والرفيع وبره اوكي يلا احلى مثل بالعاده اذا كلها كلها يغير وجهه باخذها هيك غير وجهك 180 درجه طبعا طالع وجهك شنو هذا يبي لك شهرين تتعود على شكلك عرفت والله يلا ما خصها يطلع وجهك جيب له احلى ما في تمزح اوكي بس اوكي الحين كله مبين خلي يطلع قصدي اريح اوكي فهمت انا امبارح ضبطت حياتك كنت راح خليك عندك ثنتين؟ لا يلا اكيد ناصر ناصر توني اقول حق ديالة اذا طلعتي الابصر علي من خليك على اليسار عشان تكونين اقرب شوفين عم يعملون هيك بلا لا هيك بلا توني اعملهم حية توني هيك بيشتغل انا فن توني ايه هيا حركه ما عم بعمل ليه ليه ما بعمل كويس هلا؟ بعمل شو فيك عم تشوف توني استني شوي في مثل كويتي في مثل كويتي يقول لك ياسين ياسين السوي البقر لا اوكي اتمنى إلي لا إيه أنا أكيد مريض إيه تدلع صح؟ مثلا على راسك شو ما تحنيش شنو السرج على البقر يعني شنو؟ قال بتحطوه على الحصان شو اسمه؟ السرج جلسي راسك شوي يعني مش حلو على البقر جلسي بطلع هيك حولي هذا بالكويت يا شنو السرج على البقر أنا معك معك قال لك شو قلتي؟ بالانجلش ولا بالانجلش يا شنو السرج على البقر فهمت كيفيه يا ايه فهمت كيفيه بدك تستخدمي كل اغراضك تبعتيها ويجيبوا لك الثاني جلس عشان ما تحبي هلا شو انت اصبغي شعرك هاللون شوي لا لا